فالأول مداهمة داهموها بي كانت الساعة 12 بالليل منتصف الليل. فمن اجت الدوريات كان عندنا خارج المزرعة مكان للمواشي غنم احنا نقول وسياج وحاطين قريولة شرباية والحديد عرفوها ربعنا، فينامون يم الحلال لأنه مكان مفتوح ويشرفون على الطريق. فمن جاء قيس قال له سيدي اجت الدورية الأمريكية اجوا الأمريكان فقوم على الملجأ. فرفض الرئيس قال له يا أبا هاي دورية عابرة، قال له سيدي دخيل الله فوت للملجأ. فالرئيس ما قبل قال له عوفني مكاني. شلون سيدي عفكم؟ قال له عوفني مكاني. فهذا سكت، ففعلا اجت الدورية. كان المترجم سوري أو لبناني اللي ويا الأمريكان. طبعا جميع المداهمات الثلاثة والرابعة اللي تم بها الأسر، الوحيدة اللي تم بها الأسر كان المترجم عراقي. عراقي. قبل هالمداهمات الثلاثة كان نفسه المترجم اللي هي كانت دورية وليس دورية، ويجون يفتشون يقعدون تفتيش عشوائي. عشوائي يعني. كان المترجم لبناني، يعني أكثر شيء لبناني. فالرئيس اتغطى بشرشف، غطى راسه وخلين باكيت مال قوطية مال تتن خليها على يم راسه، ومخلين طاسة مال مي. فتغطى، فجوا الأمريكان ها شو الوضعية، يسألون قيس. قال لهم والله احنا عندنا حلال ونخاف عليه فنبات هنا. قال له هذا المتغطي منه؟ قال لهم هذا أبوي، يعني ويحكي بالطريق قال هذا أبوي. الرئيس من هذا اللي يتحشون يا قيس قعد وقام يقح وشرب مي من الطاسة ورجع الدثر. فقالوا له أبوك ايش بيه؟ قال لهم والله مريض ومن الجقاير ولا آخره. قالوا له زين لمو المريض انت ليش جاي بيهن؟ يعني ليش جاي بيه وياكم بهالمكان هذا؟ فقاموا وجابوا جهاز خلوه بصبعه فحصوا ال دي ان اي؟ لا لا جهاز للأكسجين، لانه هو يقوح على اساس مريض. مريض. فالامريكي المترجم دا يحكي على قيس يقول له يعني ليش مريض وتجيبوه؟ يعني ليش ما تعالجوه؟ ليش ما تدوه على طبيب؟ يلومه بقيس. فقيس قال والله ابويا ما يقبل وشاشر، بس ان شاء الله راح ناخذه الكركوك المستشفى بكركوك ونعالجه. فوصلت المرحله بالامريكان بانه يقيسون النبض ويقيسون الاكسجين عند الرئيس والدنيا ليل، وما عارفين انه ما عرفوا، مو ما عرفوا ولا هو مهتم بيهم، يعني ولا هو مهتم بهذا الموضوع. المره الثانيه هم اجوهم بهذا الوقت زين، وقالوا له شنو بالمره الاولى؟ قالوا ليش تشرب بهاي الطاسه مال المي؟ منين تجيبون هذا المي؟ قال لهم هاي المي تجيبها من نهر دجله، وشلون تجيبوها هيك عشوائي؟ هاي بطال مال المي. فانطوهم بطال مال المي، خلوه مراسل الرئيس قالوا هذا بطال مال المي، هاي اكياس مال المعلبات والشغلات. المهم راحوا بالمداهمه بالدوريه الثانيه، هم ثاني يوم او ثالث يوم هم اجوا بالوقت بالليل. الرئيس ما دخل بالملجأ ولا بقى، اكو حطب كم مال حطب فبس افتر وراه. فقالوا له وين ابوك؟ قالهم ابوي وديناه للمستشفى بكركوك ودي يتعالج وزين. قال له بعد ممنوع تجيبوه هنا لابوه، يعني على اساس تجيب ابوك مريض وشايب ويدخن؟ وبعدين ليش يدخن من هاي اللف؟ تدري الرئيس الله يرحمه ما يدخن اصلا، هو ما يدخن، هاي الشروط يعني مجرد ينفخها يعني كمدخن، ومو مدخن. جايبين وياهم تكت جيجاير مال بورو تكتين ميامي في وقتها، فقال له هاي للحجي يعني خاف تروح ودي له اياها للحج. قلت لك يعني على هو ما سائل على الامريكان، وكان يعني مؤمن بقضاء رب العالمين وقدره يعني. فهاي القصص المداهمات اللي صارت اللي هي قبل الأخيرة.